استعدينا بما فيه كفاية لمقابلة اتحاد طنجة. خدمنا على نقط القوة ونقط الضعف في اتحاد طنجة. المقابلة ما كانت سهلة، الحمد لله حقنا انتصار مهم، 3 نقاط لا تخلينا نزيدو في المراتب الأمامية. جينا من فوز من مديرية وجدة، الحمد لله خاصنا نكونفيرميو المقابلة داكشي اللي كان. الحمد لله 3 نقاط جد مهمة. تنشكر الزملاء ديالي في الفريق والطاقم التقني والإدارة، الحمد لله هادشي غادي يخلينا غير نزيدو القدام وبمعنويات مرتفعة، وبالخصوص الإصابة ديالي في مقابلة الجيش الملكي على مستوى الأنف، الحمد لله جريت واحد العملية اللي الحمد لله واحد 80% ناجحة، اللهم لك الحمد. وكنتمنى إن شاء الله نزيدو في هاد العمل هذا، نحقو مزيد من النتائج الإيجابية إن شاء الله.